في شيء دائما أسأل عنه مع إنه شرحته مرة كثير، ليش الشادو ما يثبت علي أو يقسم أو يخطط، أو لما أجي أحط اللون في البلت ما يطلع لي زي لما أروح صالون أو واحدة عندها خبرة تحط لي، مع إنه يكون مثلا نفس بلت الشادو مرة كويس. 4 أشياء تطلع لك الشادو واو. أولهم البرايمر، وصدقوني مرة ما له أي داعي، مو لأنه ما يطلع الشادو قوي، يطلعه قوي بس ما يحتاج، لأنه اوريدي عندنا الخيار الثاني اللي هو الكونسيلر، والكونسيلر اوريدي موجود عندك. الخيار الثالث اللي هو الفاونديشن، موجود طبعا حيكون عند كل بنت. والشيء الرابع كمان الكريم. البرايمر نتيجته بالضبط بنات نفس النتيجة اللي يعطيك هي الكونسيلر او الفاونديشن، نفسها بالضبط. الكريم شوي مختلف، بس دحين بجيكم اصلا على انواع الجفن، لانه مرة يختلف. انت اذا عرفتي نوع جفنك مرة حيسهل عليك تحطي شادو بطريقة مرة واضحة، وأحسن كمان من الصوالين أو أحسن من نفس الميك اب ارتست اللي تسوي لك. أول حاجة بنات، أنا مرة آسفة إنه حاطة فلتر لأنه ما أقدر أشيله، نو تشوفوا يدي منظرها مأساة، بس مرة ما في باينة مرة مفلترة، يعني متهيجة عندي الأكزيما فمنظر يدي مرة لا. المهم بحط دحين، أنا غاسلة يدي تمام، ما في لا كريم ولا في برايمر ولا في شيء، يدي مرة جافة. باخذ الشادو واحطه، شايفين لونه؟ اول ما ادمجه ايش صار؟ راح. طيب نرجع نحط مره ثانيه. اوكي، هو البلت اصلا مره حلو، تمام هذا وضوحه. لكن اذا انت جفنك دهني في هذه الحاله حيخطط معاكي ويقسم، لانه ما في لا تحته لا كريم ولا كونسيلر ولا فاونديشن ولا برايمر. انت من الناس اللي دائما يخطط عليك الشادو، عادة البنات اللي جفنهم دهني أول ما تحط الشادو تقول واو، الجفن الدهني مرة يساعد اللون إنه يبرز بزيادة، لأنه أساسا يكون في مادة كذا يعني زي الكريم قاعدة تثبت لك اللون وتوضحه، عكس البشرة أو عفوا الجفن الجاف مهما تحطي من اللون كأنك تحطي تراب. كيف نعرف إذا جفننا جاف أو دهني؟ إذا تصحي من النوم أو في أي يوم لاحظتي إن جفنك فيه له لمعة، فهذا معناته إنه جفنك دهني، وأنت في هذه الحالة ترى من البنات المحظوظات جدا. الجفن الدهني ما تطلع فيه تجاعيد بسرعة. ثاني حاجة، ما يصير الشدو عليه مرة كذا كأنه تراب، ما يبين. إيش كمان فوائده؟ فوائده مرة كثير يعني حلوة. يعني كيف أنت كميك اب ارتست تعرف إنه اللي قدامك جفنها جاف أو دهني؟ وهذا الشيء يخليك أنت بنفسك تقولي أحط كونسيلر ولا أحط كريم، لأنه الجفن الجاف مو حلو عليهم تحطي كونسيلر. كيف نعرف؟ مرة أسمعوا هذا الكلام مرة كويس. الجفن الجاف بنات، أول ما تشوفي جفن باين عليه الجفاف حيكون باين عليه كمان تجاعيد. هذه التجاعيد ترى مو شرط كبر بالعمر أو سنها كبير، لا، أحيانا يجوا صغار مرة عمرها مثلا 18-19، يعني عمرها لسه حتى ما دخلت 20 وفي هذه التجاعيد بالجفن. هذه سببها جفاف الجفن، وهذه يعني المفروض تنام وتصحى وقبل الغداء وبعد الغداء لازم تعيش بالترطيب، لأنه ما راح توصل سن 30 إلا جفنها وشكل عينها وحوالين عينها وضحكتها كلها مخططة وكلها خطوط. حتى لأعمار الثلاثينات نهائي مو المفروض يكون فيك أي تجاعيد ولا 1% فوق جفنك. أنا أتكلم فوق الجفن اللي هو مكان الشدو، مو عند الضحكة أو تحت الخطوط التعبيرية، لا، هذه أحيانا تكون حتى في المواليد، أتكلم عن فوق الجفن. بدون مبالغة، في بنات أعمارها 25 وأنا صدم مرة إن عمرها 25 يبين عليها أكبر بسبب هذه التجاعيد، فمرة انتبهوا منها. وأي وحدة تلاحظ إنه جفنها جاف أبدأ إلى الطبيب من دحين، لأنه بعدين مرة راح تندمي على الشيء ده. هذا واحد. طيب نجي دحين للجفن الجاف، كيف نحط له شادو ويبين اللون واضح وقوي. عادة الجفن الجاف إذا كانت مرة كبيرة بالعمر الجلد يروح ويجي معانا صح، ويكون مرة في له كرمشة، مو شرط تكون مرة كبيرة في السن، بس لأنه الجفن جاف أحيانا ترى تكون عمرها حتى 25 وتصير لي دي المشكلة. طيب نجي دحين هنا للمرطب، أنا بحط مرطب هنا تمام، وبخليه ينشف، بس مرطب عادي تمام، حخليه ينشف وأحط الشادو. أنا بابكم تشوفوا كيف حيطلع الشادو من مسحة واحدة، هذا بس مرطب له برايمر ولا كونسيلر. وهذه الحركة أكثر حركة أحبها للبنات أو للنساء أو يعني أي أحد، جفنه جاف ومرة فيه تجاعيد. طيب دحين بحط الكريم المرطب، هذا ما هو برايمر ولا حاجة بس مرطب، حوزعه على نفس يدي تمام، حنتظره بس شويتين ينشف، الكمية تكون شوي يعني غرقانة مو تحطي نتفة، خلاص، وتسيبيها لين تنشف لين تكت خلاص تكون قرب نشفت، ونبدأ نحط الشادو. أنا من الناس اللي مرة جفنها دهني
بالزيادة جفني دهني، وكنت مرة متضايقة من ده الشيء، بس بعدين الحمد لله عرفت فوايده قلت الحمد لله. بس مع كده أنا من الناس اللي جفنهم دهني بس ما تحط لا كونسيلر ولا برايمر، لأني أساسا ما أحب ألوان الشدو تكون علي قوية، وأصلا كل الشدو اللي أسويه نود، فما أحتاج هذيك القوة في اللو. إنه مو شرط أنت بس تسوي دي هكذا جفنك جاف، حتى اللي دهني وما يحبوا ألوان الشدو تكون مثلا يعني ثقيلة، أنا كيف أحط كذا؟ أنا اليوم حالفة هطيح الجوال، نتفة أحط مرة مسحة في جفني عشان ما حتى ما يكون اللون واضح. تقريبا خلاص شايفين باقي لمعة الكريم، يعني مو مرة شيء قوي. هاخد من الشادو شيء بسيط مرة، وعند البرايم أو عند الكريم أحط، شوفوا اللون كيف مرة طلع قوي، مرة قوي حتى بدون فلتر مرة طالع أقوى. طب نجي للسؤال اللي مرة مهم، هل نتيجة الكريم أو قوة اللون توضح على الكريم بالضبط نفس ما توضح على الكونسيلر؟ أكيد لا، على الكونسيلر أكيد توضح أقوى، لأنه الكونسيلر قوامه أثقل وأقوى. بس إنه الجفن الجاف لو حطينا طبقة كونسيلر على جفنهم وحطينا اللون، إحنا عادة دائما نعرف إنه الجفن الجاف يجعد معانا بزيادة مع الشدو، خاصة المطفي، خاصة كمان يوضح الشمر، إذا حطينا شمر تبين تجاعيد في الجفن اللي أساساً فيه تجاعيد دبل. إحنا عشان نتجنب زيادة التجاعيد هذه، فنبعد عن الكونسيلر، نبعد عن البرايمر، أو ممكن نستخدم برايمر يكون قوامه خفيف، أو كريم. الكريم أنا أشوفه أفضل حاجة للي جفنهم فيه تجاعيد. طيب هنا أنا دحين حاطة فاونديشن، نفس فاونديشن سيلوران حطيته على يدي نقطة. نتيجة الفاونديشن بالضبط مع الشدو هي نفس النتيجة اللي تاخديها إذا حطيتي كونسيلر، ما في فرق، إلا إذا كان الفاونديشن مرة لايت مرة خفيف، يعني لما نحطه موية ما ينشف، فهمتوا؟ لكن الفاونديشن كل ما كان قوامه أثقل كل ما تقدر تستخدميه ككونسيلر اللي قبل الشدو. أما تعتمدي الفاونديشن على جفنك مو لازم تحطي كمية وثقيل، لا، نفس الطريقة، نفس الكمية تحطيها بالكونسيلر هي نفس الكمية تحطيها بالفاونديشن. أبدا لا تكثري كونسيلر على الجفن، لو جفنك إن شاء الله مراية وقزازة مو حلو، ما تحتاجي أصلا. حطي، شفتي لما توزعي بشرتك بالبلندر، شفتي البقايا اللي تبقى بالبلندر هي اللي حطيها على جفنك، هي هذه الكمية اللي تحتاجيها بالضبط الشدو. حسيت إني سرعت، وحسيت إنه في ناس ما فهمت، وحسيت إني حتهزة. أعرفكم فحعيدها خلاص، ان شاء الله ما تأثر. لما نحط الفاونديشن بنات كمية الفاونديشن تكون قليلة، مو لازم نكثر، مو لازم نحط طبقة، تمام؟ البقايا اللي تبقى بالبلندر بعد ما تحطيها على وجهك هي نفسها، خدي نفس البقايا اللي موجودة اوريدي هي بالبلندر طبطبي فيها على جفنك، تكفي مرة انك تحطي شادو كذا، تمام؟ طيب هذه الوصلة الصغيرة في فاونديشن، هاخد من الشادو نفس النتيجة حيعطيني، ما في فرق ابدا، ممكن اللهم انه اقوى بالفاونديشن بس انه نفس النتيجه. هنا لما جيت امسحهم لاحظوا بنفس القوه مسحت، قعد حق الفاونديشن شويه ماسك، هذا شويه اتمسح، يعني صار اخف من هذا بشويه، ما في فرق كثير. الفرق الثاني انه لما نحط الكريم، وهذا اللي انا مره احبه بالكريم، انه ما يغير لي لون الشادو اطلاقا، يعني لو الشادو احمر حيطلع لي احمر، لو الشادو ان شاء الله موف حيطلع لي موف، موف محمر حيطلع لي موف محمر، هذا اللي حلو بالكريم. الفاونديشن الكونسيلر اي قوام فيه له لون بيج حيقلب لي لون الشادو، يعني شوفوا هذا لونه الحقيقي في الباليت، هنا لا قلب لي على شويه عودي. هذه من الاشياء اللي انا في بداياتي كانت شويه تقلب لي راسي، تجنني انه ليش لما احط الشادو على الجفن يكون بني محمر يطلع لي بني على عودي. فاي شيء كونسيلر فاونديشن ان شاء الله لو كان برايمر لونه نفس لون الكونسيلر والفاونديشن حيغير لك ويغمق لك لون الشادو، اذا هو بني محمر حيديكي تكة على عودي، اذا مثلا موف حيديكي الموف اللي رايح شويه على غمقان اكثر. ففاونديشن كونسيلر يغمق لون الشادو، اما الكريم بالضبط بالضبط نفس ما هو في الباليت نفس ما حتحطيه في جفنك. طيب الطريقة الخامسة اللي انت ممكن تثبتي فيها الشدو يطلع لك لون الشدو مرة حلو اللي هي الأرواج، ما تكلمت عنها في البداية لأنه هذه بالها شوية خبرة. طيب لون الروج، يعني مثلا تقولي أنا أبغى أحط في عيني لون بينك ما أبغى يتغير ولا 1% وأبغى بنفس الوقت ثابت، تقولي مثلا أنا ما أبغى الفاونديشن عشان لا يغير لي لون الشدو، ولا أبغى الكريم لا أنا أبغى ثبات أعلى، هنا عندك الأرواج حتعطيكي بالضبط، يعني خذي لك روج نفس لون الشدو اللي انت بتحطيه.
ححط بينك حيطلع لي بينك، ححط روج موف وادمجه حيطلع لي بالضبط لما اجي احط الشادو الموف حيطلع لي نفس اللون، ما حيختلف. الارواج مره تعزز اللون، يعني اللي تحب لما تجي تحط لون موف اللي ينشاف من بعيد، الموف اللون الواضح مو اللي كذا يعني ضبابي او خفيف، لا. هنا انا مره انصحك في الارواج جيبي روج موف نفس الدرجه اللي انت تبغيها واعتمديها مثلا كبرايمر، او لون بينك مثلا تبغي لون البينك، بينك البينك يعني مره واضح. فهنا انا مره انصح بالارواج لانها تعزز لك اللون وتوضحه وتقويه وكمان تثبته وايش كمان وكل شيء، يعني الارواج مره مره تثبت وتعزز اللون. مو شرط حتى نفس اللون بالملي، مثلا مثلا اقول لكم يعني مثلا لون روج الارواج البينكيه ممكن تحطي عليها بينك، ممكن تحطي عليها موف، ممكن تحطي عليها فوشي، ممكن تحطي عليها الالوان اللي من نفس العائله، فهمتوا؟ روج نود ممكن تحطي عليه الالوان البنيات الاورنجيات، فمو لازم يكون نفس الدرجه، لا ابدا. اكثر ناس صفر بشادو الباودر وتعبت معاه ونفسيتها خلاص مو قادره يعني تتعلمه، استخدم الارواج الكريميه كشادو، مره سهله فوق ما تتخيلي سهله. وبصباعك ادمجيها، بوريكم بس كذا بصباعك طبطبه 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 لين يندمج معاك. شوفوا كيف مرة سهل مرة سهل، تمام. هاجي مثلا اخذ هذا اللون على شوية بينك واحطه، شوفوا كيف خلاص انتهى اندمج. ارواج الكريمية بنات ضروري يكون عليها شادو بس مسحة، لو لون مسحة كذا يعني مثلا خذي نفس الفرشة حطيتي، خذي نفس الفرشة بس كذا مشي عليها بس عشان تثبتيها وخلاص. نيجي دحين للجليتر بوريكم اللي حطته طريقتين مرة حلوة للبنات. خلينا نبدأ، حطيتي الوحدة شادو مات وآخر حاجة بعد ما ركبتي لها رموش قالت لك أبغى جليتر، زيدي لك جليتر. يا إنه حيمسك الجليتر في الباند حق الرموش، يا إنه حيطيح الرموش نفسها ويصير شكله مرة مزعج ومو حلو، صح ولا لا؟ نيجي دحين للطريقة الأولى، حطيتي شادو مات وتبي تحطي عليه جليتر، معروف إنه الشادو المات لما تحطي عليه جليتر الشادو المات ناعم، لما نحط عليه الجليتر كله حيتناثر ويطيح، صح ولا لا؟ او حتى ممكن يمسك تكة بس بعد ساعة ساعتين اختفى الجليتر من العين تماما وكله نزل على الرموش او تبخر راح. يعني هذه من اكثر الحركات اللي مرة احبها للجفن اللي فيه تجاعيد، لانه مو حلو الجفن اللي فيه تجاعيد نحط شادو شمري. ايش هو الشادو الشمري اللي يجيكم زي كذا لامع؟ لما نحط شادو لامع للجفن المجعد يجعد بزيادة، صح ولا لا؟ فعشان لو واحدة مثلا جاتك وطلبته هيجعد لها جفنها، صح؟ نسوي نحط لها شادو مات نخلص كله نوزعه تمام التمام، نحط مثبت مثلا عندكم هذا حق اسكندنافيا ابخ تمام، انتظره مرة ينشف تماما ينشف. لما اخذ الجليتر بنات اخذه مرتب على الفرشة، ما احطه كذا، شايفين شكله كيف على الفرشة مو مرتب؟ لو جيت حطيته بف في العين طلع لي زي كده وصلة فيها جليتر مرة كتير ووصلات ما فيها جليتر ويطلع مكتل في مكان وفي مكان متناثر، لا اخذ الجليتر انثره ويكون زي كده مترتب على الفرشة متوزع اصلا على الفرشة، لما اجي احطه على العين يطلع لي بذي الطريقة متوزع، شايفين كيف مرة يطلع حلو ومرتب؟ نفس طريقة الشادو هذه بنات فوق ما تتخيلوا، جدا أنيقة، مرة أحب إنه الشادو القاعدة حقته تكون مطفية وعليه جليتر، مرة يطلع حلو. ونفس هذه الطريقة كمان مرة حلوة للبنات اللي جفونهم مجعدة أو للكبار بالسن لأنه ما يجعد لهم جفنهم. هذه الطريقة بنات مرة تثبت لك الجليتر، مرة تثبت لك الجليتر، يعني حتى لو نفخت دحين ما راح يطير. هنا لو حطيت شادو مطفي كذا وجيت حطيت الجليتر بدون مثبت أول نفخة حيطيح، حيطير يعني. نجي للطريقة الثانية كمان، هي طريقة مرة أسرع اللي هي خلاص أنت عارفة من البداية إنك أنت تبي تحطي شادو مطفي مع جليتر، خلاص حآخذ من الشادو تمام وحآخذ من نفس الجليتر بنفس الوقت وآخذه طبطبة تمام كذا وأبدأ أحطه بهذه الطريقة. شوفوا أعطاني على طول شادو جليتر مع شادو مطفي. دائما أقول حطي الشادو بجنب الفرشة مو براسها. واحدة من صحباتي قريب قاعدة تمكيجني قال لك قاعدين نلعب كذا نستهبل مع بعض، يا غزغزتني غزغزة في عيني، حسيت مو فرشة حسيت دبابيس كذا تسوي لي الفرشة كذا براسها، بنات مرة يغز مرة يوجع أحس والعين تدمع، ترى أنا عيني دمعت، أنا عيني العادة ما تدمع لما أحط لنفسي بس يا دموع مو طبيعية. فدائما حطي الشادو بجنب الفرشة مو براسها، يعني كذا
ادمجي كذا ووزعي كذا وحطي كذا وخذي اللون بالجنب. هذه الحركه لما تسوي كذا مره تغز مره توجع، يعني حتى اللي انت قاعده تشتغلي لها حتحس انها تبديكي كف. مو اعلان ولا شيء، بس انا يعني شفت من جد في صحبتي، من جد من جد شفت الفرق. مو مره شالها صراحه، بس شال السواد الداكن اللي تحت العين. شغلها هي كله على الكمبيوتر ترى، ما كان عندها هالات ولا عندها ولا شيء، ولا وراثه ولا حاجه، بس انه صار مره عندها بزياده. تقولي صرت كل ما اقعد على الكمبيوتر احط هذا الشيء الكوري تحت العين، بجربه مره متحمسه، خاصه هذا مترطب بفيتامين اي تحت عين، انه هالاتها اختفت بس مره خفت، يعني من جد انا انتبهت للفرق ما شاء الله تبارك الله. متحمسه اجرب هذا والفيتامين، بس ترسل لي الفيتامين اصور لكم هو. الهالات الهالات يا الله، انا ما ادري على مين تريكت او حشيت احد او تعجبت من احد، احس مستحيل اعوذ بالله. لما تيجي ما عاد تروح، ايش ده؟